هل تخيفك أعماق البحار المظلمة؟ لا نكون بشراً إن لم نشعر بالخوف من الأعماق السوداء في المحيطات، ففي ذلك المكان يكون الضغط أعلى 10 مرات من مستوى سطح البحر، وتنفث الحمم البركانية من أعماق قلب المحيط، مما يرفع درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى مستويات لا يمكن تحملها. فاعتقد البشر في السابق أن في أعماق المحيطات تنعدم الحياة، حيث لا تستطيع أشعة الشمس من اختراقها. ولكن على العكس من ذلك، الحياة البحرية تزدهر كلما نزلنا في أعماق البحار. وفي عصرنا الحالي تم اكتشاف مخلوقات غريبة ستصيبك بالقشعريرة من عظمة الخلق. في هذه الحلقة سنعرض عليكم أغرب مخلوقات أعماق البحار المظلمة، ابقوا معنا. إسفنج القيثارة، حارس البحار العميقة. إن البحار فرشت بالشعب المرجانية مثل المروج الخضراء في التلال الريفية، وهذه الشعاب المرجانية تحصل على المواد الغذائية من الطحالب الضوئية التي تعيش داخل إسفنج القيثارة، وهو مخلوق تم اكتشافه في عام 2000 قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا. يعيش في أعماق البحار المظلمة على عمق 3500 متر تحت سطح البحر، وهو من أغرب 10 أنواع جديدة تم تصنيفها عام 2012. هذا المخلوق الإسفنجي آكل للحوم، وينقي مياه المحيطات من البكتيريا والكائنات المجهرية، ويحرس مملكة البحار المظلمة من المخلوقات الطفيلية التي تنزل إليها. دودة البحار الملتهبة. تم اكتشاف هذه الدودة في قاع بحر الساحل الشمالي في نيوزيلندا على عمق 1200 متر تحت سطح البحر، وهي مخلوق متعدد الأشواك. وعلى الرغم من صغر حجمها إلا أنها من الضوار الشرسة، أشواكها سامة ومخالبها تمزق فرائسها، وكل هذا وهي لا تتعدى طول 10 سنتيمترات. تملك مقدرة غريبة على التحول، فهي تستطيع إخراج بلعومها من الداخل إلى الخارج، وتتلون بألوان طيف قوس قزح. ولعلك لا تصدق أنها تعيش بالقرب من الفتحات الحرارية المائية في قاع المحيط المظلم. عفاريت قاع البحار. أطلق على هذا المخلوق الغريب اسم عفريت القرش، وذلك عندما تم اكتشافه عام 1985 قبالة شرق أستراليا. ولكن في عام 2003 وبعد أحداث الزلزال، خرجت عفاريت البحار المظلمة إلى سطح البحر، وذلك قبالة شمال شرق تايوان، حيث يمكن أن يصل طولها إلى 4 أمتار. ومع ذلك لا يعرف سوى القليل عن هذه الوحوش الغريبة، غير أنها تتحرك ببطء وتعيش في أعماق البحار المظلمة، حيث لا يمكننا نحن البشر وبكل ما نملك من الوصول إلى هناك، حيث لا ضوء وضغط البحر قادر على تحطيم غواصة فولاذية. ولكن هذه المخلوقات وبأجسام لحمية قادرة على تحمل الضغط الشديد، فسبحان الله الواحد الأحد. أخطبوط دامبو الأعجوبة. في عام 1999 وبدون معرفة الأسباب، ظهر هذا الأخطبوط كآية من آيات الله في أعماق المحيطات، مما أشعل لدى العلماء الإثارة لدراسته. يمكن لهذا الحيوان اللطيف أن يعيش على عمق 7000 متر تحت سطح البحر، مما يجعله الكائن الأعمق الذي يعيش ضمن أنواع الأخطبوط. الحقيقة العلمية المذهلة أن هذا الحيوان لم يرى نور الشمس من قبل، فهو يستمد نوره من الفوانيس الضوئية الحية التي تنير بعض أجزاء المحيطات السوداء. قرش الشبح الأسود. عثر على قرش الشبح الأسود في البحار المظلمة قبالة سواحل كاليفورنيا عام 2009، وهذا القرش الغامض ينتمي إلى مجموعة من الحيوانات المعروفة باسم الشمياراس، والتي يعتقد أنها من أقدم مجموعات الأسماك الموجودة على قيد الحياة في يومنا هذا. وتشير بعض الأبحاث إلى أن سلالة هذه الأسماك تصل ل 400 مليون عام. ومن الغريب في هذه القروش
أنها تملك زعانفا خاصة تجعلها تبدو وكأنها تطير في أعماق البحار، وتملك بنية جسمية تجعلها قادرة على العيش لمئات السنين.